السلام عليكم. النهاردة اليوم الخمستاشر، ما زلنا مستمرين في تقديم جرعة الكوكسيديا ليلا ونهارا، الفيتامينات الفاروفيت. الحمد لله الكتاكيت بتاعتنا خلاص بقى، ما عادش ينفع نقول كتاكيت، بقت فراخ. الحمد لله متوسط وزنها 550 جرام. الجو العام كويس طبعا. النهاردة 9/7/2019، الفراخ طبعا متأثرة جدا. بصوا الأجنحة متباعدة عن جسمها وبتنهج أهيت، ولكن يعني الجو فعلا حر، مع طبعا الرطوبة الجوية عندنا هنا عالية جدا. مستمرين في تقديم العلف البادي، مضافا إليه خميرة فورية أو أي نوع خميرة بس تكون جاف. حتى الخميرة بتاعة الخبيز اللي هي الرطبة ممكن نجففها ونحطها. حبينا نحط خميرة في المية بلاش في حالة الإصابة بتاعة الكوكسيديا، ومن هنا بنقول خطورة استخدام الخميرة الفورية. ما ينفعش يبقى الفراخ بتاعتنا عندها إسهال، عندها كوكسيديا، ونحط الخميرة. الخميرة بيبقى فيها مجموعة ب، ومجموعة ب ده هي بتزود الإسهال، وكمان طفيل الكوكسيديا بيروح يمتص المجموعة البهات ده هي في حالة الإصابة بالكوكسيديا. فما ينفعش نستخدم الخميرة في حالة الإسهالات. طب امتى استخدمها؟ لما ما يكونش في إسهالات والكتاكيت بتاعتي جميلة خالص، استخدمها 6 7 8 ساعات سقوة كده للفراخ بتاعتي، مرتين ثلاثة في الأسبوع، علشان ما يكونش ليها أي مشاكل على الطيور بتاعتنا. فطبعا استخدامها في حالة الإسهالات، استخدامها في حالة الكوكسيديا مش مستحب، وبيكون استخدام خطير جدا. فلا أنصح باستخدام الخميرة بصفة خاصة في المية في حالة الإسهالات والكوكسيديا، ولكن ممكن استخدمها في الأعلاف لتعويض أي نقص في الفيتامينات، أو لأي نقص في مركب غذائي في العلف بتاعنا. الطيور بتاعتنا حمامها كويس، حمام مفيش فيه أي مشاكل إن شاء الله، والوضع الحمد لله كويس. ولكن احنا في شهر 7، حرارة مرتفعة جدا، فالحمد لله ان الفراخ بتاعتنا يعني تحويلها كويس وبتتحرك والدنيا تمام خالص خالص. يعني نشوفه كده مع بعض، حتى الترمومتر النهاردة الترمومتر 32.5 زايدة طبعا، و يعني ربنا يسترها ان شاء الله. يعني ان شاء الله غدا اليوم 16 هنتابع ونشوف ايه اللي حصل للفراخ بتاعتنا. شكرا لحضراتكم.